مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. يواصل الإعلام الجزائري نهجه في توجيه انتقادات لا مبرر لها تجاه الإنجازات المغربية على الساحة الدولية في محاولة للتقليل من شأنها، ففي أحدث هذه الخراجات التي أثارت استغراب المتابعين زعم الإعلام العسكري الجزائري أن حصول العداء المغربي سفيان البقالي على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 لم يكن نتاجا لمجهوده الفردي وإصراره الكبير، بل جاء نتيجة لما وصفوه بالكواليس. هذا الادعاء الجزائري أثار موجة من السخرية والانتقادات، حيث رأى الكثيرون أن هذه التصريحات تعكس حقدا دفينا تجاه النجاحات المغربية المتتالية في مختلف المحافل الرياضية. جدير بالذكر أن سفيان البقالي قد تألق في سباق 3000 متر موانع، حيث قدم أداء استثنائيا نال به إشادة واسعة من الجماهير والخبراء الرياضيين على حد سواء. ورغم محاولة الإعلام الجزائري التقليل من هذا الإنجاز، إلى أن البقالي يبقى رمزا للإصرار والتفاني الذي يجسد الروح الرياضية الحقيقية. هذه التصريحات الجزائرية تأتي في سياق سلسلة من الادعاءات المشابهة التي لم تجد لها صدى إلا في وسائل إعلامها الخاصة، فيما يواصل المغرب تعزيز مكانته كقوة رياضية إقليمية وعالمية. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.